عن وفاته صلى الله عليه وسلم. الموت حق، وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، والأنبياء أعلى الناس مقاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلاهم بلا شك. ولم تفجع الدنيا بوفاة أحد كمثل وفاته صلى الله عليه وسلم. لكنني أقف أمام عاجلا يعني ثلاث مواقف في وفاته لا أريد أن أسردها سردا. أولا، كتب الله الشيء إذا علا أن يظهر الله ضعفه، فالله يقول عن نبيه: فإنما يسرناه بلسانك. ومع ذلك لما سأله أسامة أن يدعو له عجز أن يرفع صوته بالدعاء، وهو أكرم وأشرف الخلق على الله. الأمر الثاني في وفاته صلى الله عليه وسلم، كان محبا لفاطمة حبا عظيما، ولا يزال بعضنا إلى اليوم لم يعرف قدر فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشك لحظة ولا مثقال ذرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من الخلق أكثر من فاطمة. وقد بشرها صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. ومنها كان السبطان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، فلما أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا بكت، ولما أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فرحت. مع أن يا إخوة كانت في 26، وهو يقول لها: أنت أول أهلي لحوقا بي. أقل ما تفهم أن موتها قريب، وأنت لو جئت لأشد الناس صلابة وأخبرت أن موته قريب يصيبه شيء من الحزن، وهذه في 26. ويقول لها: أنت أول أهلي لحوقا بي. فسرت، لأنها ستعرف أنها ستلحق بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. والموقف الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقد خيره الملك ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، صلى الله على محمد وآله.